بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في برنامجكم ملك وكتابة. بكل الوداد وكل الرجاء، فهل تكون الأمطار الأخيرة للأهلي والزمالك مصرية؟ إبراهيم، أهلا بك يا باشمهندس، أهلا بكم أعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم في الحلقة 530 حلقة الاثنين من ملك وكتابة، واللي بدأها المهندس عدلي بالغنى. إيه الجمال ده؟ الوداد والرجاء وقصص كتيرة، لماذا سمي بهذه الأسماء؟ هتقول لنا أنت القصة دي، لكن كل اللي يعنيني أن الأول مرة يمكن في التاريخ أن السيمي فاينل يبقى بلدين. مؤكد انطلاقة الأهلي، تأهل الأهلي ومعه تأهل الزمالك، ومفارقات كثيرة في دور الأبطال. حلقة مهمة، هذه أبرز عناوينها. والآن هل تكون قاعدة الانطلاق؟ تخيلوا لو كان العكس. جمعتنا أم كلثوم، فماذا تفعل الكرة؟ حب من تريد لكن تسيء للأهلي؟ لا. الحلال والحرام وما بينهما. وأخيرا العندليب في قلب زين النوادي.